الأخضر الأولمبي يتشبث بأمل لندن عبر موقعة كوريا الصباحية. ونجران يخنق الاتحاد بالتعادل قبل ديربي الأهلي. الفتح يستعرض فنياته بثلاثية في الشباك الأنصارية. ورئيس الأهلي يشيد بتطور الحكم السعودي. بن النصر يتوعد أحد الإعلاميين بالقضاء. والانضباط تعاقب رئيس القادسية بسبب انتحال شخصية. جماهير النصر تمل الصبر من حال ناديها. والسطر الأخير لإبداع الدعية يثير البيت الهلالي. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية ومستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. بعد أخبار شوت راح نتكلم عن موضوع محمد الدايع والتفاصيل وآخر الكلام من اللي حيلعب في اعتزال الدايع وفي مباريات اليوم في هدف للفتح من أجمل أهداف الدوري. نروح لأخبار شوت وبعدين نرجع نواصل الحديث في البرنامج. امتدح الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي أداء التحكيم المحلي في الموسم الرياضي الجاري، وأشار إلى أنه يشهد تطورا ملحوظا بخلاف الموسم الماضي. وأقال الأمير فهد بن خالد خلال مداخلته في برنامج كرة أمس بعد فوز فريقه على القادسية على مستوى الحكم السعودي تطور في الموسم الرياضي الجاري مقارنة بالموسم الماضي في ظل قلة الأخطاء التحكيمية مقارنة بأخطاء الماضي، وأشار إلى أن ذلك سيساهم بشكل عام في تسجيل حضور جيد للحكام السعوديين. والله أنا ما يقلقني موضوع كثير، يعني موضوع التحكيم. أنا بالنسبة للتحكيم يعني الموسم هذا أنا شخصيا أرى أنه أفضل بمراحل من مواسم كثيرة مضت. ويشكر الأخوان عمر المهنة واللجنة. ما بشك أنه أي مباراة صادفها أخطاء تحكيمية، لكن إلى الآن يعني أفضل كثير من المواسم الماضية. على ما أعتقد أنه الأخ محمد بن داخل كان قبل 4 أو 5 أيام ذكر لي أظن أنه حيطلبوا حكم أجنبي. أكد المدرب الوطني يوسف عمر مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم أن حظوظ الأخضر ما زالت قائمة في التصفيات الأولمبية المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل مواجهة كوريا الجنوبية عند 8 PM على ملعب كأس العالم بسيول ضمن إطار منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد لندن 2012. وأوضح عمبر أنه لا يفرق بين المنتخب السعودي الأولمبي والمتصدر الكوري الجنوبي إلا 4 نقاط، مشيرا إلى أنه في حال فوز المنتخب السعودي فإن الفارق سيكون نقطة واحدة. وأكد المدرب السعودي أنه عامل على معالجة الأخطاء التي وقع فيها الأخضر الأولمبي والتي أفقدته نقاط عمان رغم السيطرة الميدانية على معظم مجريات اللقاء. أكد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الكولومبي خوان باولو بينو أن ما نشر على لسانه في إحدى الصحف التي صدرت اليوم السبت وقيل أنه من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مباراة النصر الهلال كلام عار من الصحة، وذلك في بيان صحفي وزعه المركز الإعلامي بالنادي على جميع وسائل الإعلام. وأبدى بينو أسفه لحدوث مثل ذلك قائلا إن الأمر للأسف يحدث للمرة الثانية، مبينا أنه سيطلب من المحامي رفع قضية على الصحفي الذي نشر ذلك وعلى الصحيفة أيضا، لأنه من غير المعقول السكوت على هذا الكلام الذي فيه الكثير من التجني عليه على حد ما جاء في البيان. غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس نادي القادسية عبد الله الزاع مبلغ 10,000 ريال بداعي مخالفة إدارة نادي عبد الوهاب الزهراني التعليمات ونزوله إلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء بين شوطي مباراة فريقه مع الفتح في دوري زين السعودي للمحترفين. وأكدت لجنة الانضباط تلقيها تقريرا من مدير الملعب أوضح فيه أنه عند منع الزهراني من النزول إلى الملعب أكد أنه نائب رئيس النادي، إلا أنه اتضح عكس ذلك مما اضطر مدير الملعب إلى إعداد تقرير بهذا الخصوص في ظل وجود تعليمات تؤكد أن النزول إلى الملعب يقتصر على رئيس النادي ونائبه فقط. وحذرت اللجنة رئيس القادسية أنه في حال تكرار المخالفة ستضاعف الغرامة المالية إلى جانب اتخاذ عقوبة رياضية، كما عاقبت لجنة الانضباط إدارة القادسية عبد الوهاب الزهراني بإيقافه عن مرافقة الفريق 3 مباريات رسمية اعتبارا من اليوم. ضمت إدارة نادي التعاون مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم علي العلياني إلى صفوفها وأنهت إجراءات التوقيع معه لتمثيل الفريق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وأرجع توقيع التعاون مع العلياني بعد أن رفض تجديد لناديه عقب انتهاء عقده مفضلا الانتقال إلى التعاون الذي يشارك في دوري زين السعودي للمحترفين باحثا عن إثبات وجوده في الصفوف التعاونية في دوري الأضواء.